عرفت بوفاة ابن عمي. و لما بتحصل حالة وفاة قريبة وشخص لينا ذكريات كتير قوي معاه وقريبين منه، ابن عمي ده اكبر مني بكتير قوي قوي قوي، فوانا صغيرة خالص افتكر انه كان بيشيلني على كتافه، وكنا نقعد نشجع الاهلي بيبي باهلي بيبي باهلي، وكان هو اللي بياخدني يوديني عند عمتي. ولما كنت عند عمتي وكانت تكلمه وتطلب منه طلبات يجيبها لها، كان ياخدني معاه ونروح عند البقال ونشتري لها الطلبات، وكان يجيب لي اي حاجة حلوة معاه، وكنا نتكلم وكنا نحكي. ولغاية وقت قريب قوي 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 كان لازم اروح ازور وازور مراته واولاده ونتكلم ونحكي. وده فكرني باكسرسايز عملته في ورشة عمل. ورشة العمل كانت عن القيادة طبعا، وكنت كل ما الاقي حاجة عن القيادة كنت احب احضرها عشان اشوف ايه الجديد وايه التطورات، مش بس في الكتب لكن كمان في ورش العمل، وازاي بندرب الناس في القيادة، لان دي من المجالات اللي انا بحبها. وكان في تمرين الوركشوب دي كلها كانت على ازاي نعرف نفسنا وازاي نعرف هدفنا. فالتمرين ده كان قاسي وكان صعب شوية، ان احنا نكتب النعي بتاعنا. والمدربة يوميها قالت لنا، الكوتش قالت لنا، تخيلوا ان انتوا هتموتوا بكرة واكتبوا النعي اللي انتوا عايزين الناس تعرفكم بيه، تكلموا عن نفسكم، عن الليجاسي اللي انتوا عايزين تسيبوها، عن الارث، عن الذكرى اللي انتوا عايزين تسيبوها. وفعلا ادتنا ورقة صغيرة علشان تحدنا بالمكان، وقالت لنا محدش يصغر خطه قوي، اكتبه بخط مرتاح، ما تضيقوش الخط قوي. ويوميها يعني قعدت اصحى وانام واصحى وانام، مش عارفة لغاية اليوم اللي انا راحة فيه الوركشوب، يعني كانت مرة في الاسبوع، كان تبع شغل انا بشتغل فيه. اليوم اللي هو في الاسبوع اللي انا راحة احضر فيه الوركشوب اللي مفروض هنسلم فيه الاوراق بتاعتنا، وانا في الاوبر في العربية لقيتني بكتبها بسرعة، بكتبها من غير تفكير وبقراها. وفعلا اكتشفت اللي انا نفسي اعمله واللي انا نفسي ان الناس تفتكره عني. ما كتبتش ان نفسي الناس تفتكر ان حنان حلوة، ولا ان حنان مهندسة، ولا ان حنان كانت بتشتغل كذا وكذا وكذا، ولا ان حنان كان عندها كذا، ولا ان حنان، ولا اي حاجه من الحاجات دي. وكتبت 3 حاجات محدده، وساعتها عرفت حاجه كانت مدفونه مخفيه جوه، حلم او حاجه من وانا صغيره نفسي فيه، مش مرتبط بتعليمي ايه، مش مرتبط برحت فين، مش مرتبط بجيت منين، مش مرتبط بالفلوس اللي كسبتها، مش مرتبط باي حاجة من الحاجات دي، ولكن مرتبط برغبة جوايا انا قوية في حاجة معينة. وقلت خلاص، وحطيت في هدفي، انا هقول لكم عنه، ان انا اكتب كتاب، ان انا اكون كاتبة، ان يكون ليا كتب منشورة. وقلت خلاص هحط خطة، بس هكتب عن ايه؟
يعني المواضيع كتير قوي. هل اكتب على حاجة من الدراسات العليا بتاعتي مثلا؟ في ناس كتير قوي اول كتاب بيبقى في حياتها الرسالة بتاعتها وبتتحول لكتاب وبينزل السوق وبينزلوه السوق. ناس كتير قوي 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 من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه. هل مش عارفة هل اكتب خواطري؟ انا بكتب كل يوم تقريبا، اجمعها في كتاب وانزلها. مش عارفة، قعدت كذا سنة على فكرة. الموضوع بتاع ان احنا التمرين بتاع ان احنا نكتب النعي بتاعنا ده كان من حوالي 5 سنين او اكتر، 6 سنين تقريبا. ساعتها قلت خلاص، انا مش عارفة. انا دلوقتي على الاقل عارفة الناس، نفسي الناس اللي هو المجتمع الاكبر، مش محيط اسرتي، يفتكروني بايه، لكن المجتمع الاكبر يفتكرني بايه. فقلت خلاص، انا عرفت. لغاية ما ابتديت اعمل الفيديوهات دي ومتابعة من المتابعات اشكرك جدا جدا، قالت لي لازم تكتبي ده وتنزلي في كتاب. ومش عارفة هل هي مصادفة ولا اشارات من ربنا سبحانه وتعالى بيعملها في حياتنا. في نفس اليوم ابني كان بيقول لي قبلها، على فكرة يا ماما انت لازم تحطي الكلام بتاعك ده في كتاب. فلما كلمني قلت له هكتب عن ايه؟ قال لي شوفي الفيديوهات بتاعتك وشوفي اكتر حاجة اتكلمتي فيها. فحددت 3 مجالات اللي انا اتكلمت فيهم كتير، اللي عندي باشن ليها، عندي حب اني اتكلم فيها واني اقولها واقرا فيها واوصل اللي انا اتعلمته للاخرين كمان. وحطيت خطة. في نفس اليوم كتبت لي هذه المتابعة الرائعة ان لازم تكتبي كتاب تحطي فيه الحاجات دي. فانا خلصت الكتاب، خلصت اول كتاب، ودلوقتي عند المراجع والمدقق اللغوي، لاني مش عايزة ان حاجة تنزل وتنشر وتبقى معاكم وتبقى دون المستوى. طبعا مش هقدر اوصل للكمال، اكيد هيبقى في حاجات ناقصة، اكيد هتجيني افكار ان انا احسنه وان انا اظبطه، لكن على الاقل في يعني تارجت وميعاد حطاه بحيث ان هو ان كله ينشر. وهو هينزل كتاب، لكن في نفس الوقت برضه هيكون له نسخة الكترونيك موجودة تقدروا تنزلوها وتشتروها اونلاين، واللي عايز الكتاب نفسه يقدر هيقدر يشتري ان شاء الله. ولان اليوم ده وانا جهزت ثلاث افكار لثلاث كتب، فابتديت فيهم واحده واحده. برضو لما بتحصل حاله وفاه بفتكر كلمة لمايا أنجلو. مايا أنجلو شاعرة أمريكية زنجية، عانت كتير قوي قوي في حياتها، وكانت من الناس اللي كانوا مشاركين في ثورة اللي هي بتاعت مارتن لوثر كينج، الناشط الزنجي اللي كان بيطالب بحقوق السود في امريكا. وكانت من الناس النشيطه قوي قوي في المجال ده، واشعارها حلوه جدا جدا، وكتبها كمان حلوه جدا. انا ما قريت لهاش غير كتاب واحد اللي هو سيرتها الذاتيه هي، لكن قريت لها اشعارها وبحب جدا اشعارها. وهي صديقه مقربه لاوبرا وينفري. الناس فيكم اللي متابعه الثقافة الأمريكية والبوب كالتشر بتاعتهم، هي مقربة جدا جدا لأوبرا وينفري. مايا أنجلو قالت كلمة حلوة جدا: قد ينسى الناس ماذا قلت لهم، قد ينسى الناس ماذا فعلت بهم،
ولكن أبدا لن ينسوا كيف جعلتهم يشعرون. يعني ايه؟ اتنين هيتخانقوا خناقة، كلمة مني على كلمة منه اتخانقنا وبقت حاجة خناقة. بعد كذا سنة بننسى هو ايه اللي اتقال بالظبط، ايه الكلام بالظبط، قال الجملة كذا. لا بنفتكر زي مثلا كمان ضربنا بعض بننسى مين ضرب مين الاول، وضربني ازاي، وضربني في وشي ولا في بطني ولا اداني مقلب حرامية ولا ايه بالظبط، بننسى. لكن عمرنا ما بننسى الشعور اللي كنا حاسينه في الموقف ده. في انسان لما يظهر في مكان فجأة يشاع البهجة، ممكن ما نعرفش هو قال ايه بالظبط، هو عمل ايه بالظبط، لكن ما بننساش ان احنا كنا حاسين بشعور البهجة ده. في ناس لما تدخل مكان تكهربه فجأة تحس ان المكان بقى مزعج، ان احنا كلنا كده بقينا متنشنين، كلنا كده بقينا على اعصابنا. قال ايه بالظبط مش عارفين، عمل ايه بالظبط مش عارفين، بس عارفين الشعور اللي حصل واللي تم مع وجود هذا الشخص. شخص عزيز عليا بيقول لي انا عمري ما هنسى الاحساس اللي كنت بحسه كل مرة كنت اجي اطلب فلوس من ابويا، كنت بحس ان انا شحات. قلت له ايه ليه يعني؟ قال لي ايوه، كان بيحسسني ان انا بشحت الفلوس دي، كان بيدهني في النهايه، كان بيدهني في الاخر، لكن كل مره كنت بحس ان انا شحات، كنت بتردد مليون مره قبل ما اروح واطلب من والدي فلوس. صديقه برضو من صديقاتي زمان، الكلام ده من سنين طويله، اشتكيت لي من ابنها ومعاملته الجافه الوحشه معاها. ففي مره واحنا قاعدين، الولد ده كان صغير شويه، يعني اعتقد كان في ثانوي ساعتها، والولد بيكلمني كده بغرور وبعنجهيه. انا عاده مش بتكبر على حد في الكلام، مش بتقرن على حد كده. جت منين ارنن دي؟ يعني عارفين، ما اعرفش دي يمكن كلمه تركي ولا فارسي ولا ايه. فالولد كده بقول له تعالى هنا، انت بتكلمني كده ليه؟ قال لي يعني ايه بكلمك كده ليه؟ قلت له ايه الغرور ده؟ قال لي لا ده مش غرور، ده ثقه في النفس. قلت له لا، في فرق بين الغرور والثقه في النفس. تعالى قول لي انت ايه انجازاتك في الحياه عشان تتكلم مع واحده قد مامتك بالطريقه دي. فقال لي انا لسه واخد A بلس في الاساي بتاعه. قلت له الموضوع تعبير يعني، موضوع انشا. قال لي قلت له ما تفتكرش ان انت الفز العبقري، عشان انا ومامتك، يعني مامته دكتوره، برضو كنا بنكتب اسايز وبرضو كنا بناخد A بلس على فكره، وفي موضوع اعمق من المواضيع اللي انت بتكتب فيها. ومش بس كده كمان، انت اللي انت كتبته ده كام صفحه؟ 3 صفحات وخدت A بلس. قلت له في غيرك وفي نفس عمرك ده ناشر كتب ولسه بتتباع لغايه دلوقتي من سنين. لا وانا كمان رياضي. قلت له عملت ايه؟ قال لي في التراك اند فيلد كسبت وطلعت الاول. قلت له في قدك واصغر منك بياخدوا اللي انت خدته ده على مستوى الاولمبياد. وبفهم في البيزنس اكتر من بابايا. قلت له لا تعالى هنا، ما بتفهمش في البيزنس اكتر من باباك، انت 16 سنة عملت ايه بيزنس؟ خدت ايه بلس؟ قلت له ما انت عارف كلمات، عارف قشور، حافظ كلام بتروح تحطه في الامتحان. الاي بلس دي مش معناها ان انت بتفهم بيزنس، الاي بلس دي معناها انك ذاكرت كويس، لكن باباك هو اللي بيفهم بيزنس، لان باباك هو اللي عمل البيزنس وهو اللي نجح وهو اللي صارف على البيت ده كله. يمكن ما يعرفش المصطلحات اللي انت عارفها،
يمكن ما يعرفش الديفينيشنز، التعريفات اللي انت عارفها، يمكن ما يعرفش لو جات له ورقة امتحان بيزنس مش هيعرف يحلها، لكن هو اللي راح وهو اللي استثمر وهو اللي فتح بيزنس وهو اللي عنده موظفين بيديرهم وهو اللي بيكسب وهو اللي بيصرف عليك. فساعتها قلت له في فرق ما بين الثقة بالنفس والغرور. الثقة بالنفس انا واثق في قدراتي، الغرور انا شايف ان انا احسن من الاخرين. وده دلوقتي فكرني بحاجة كان حماية الله يرحمه معلمها لاولاده، انا اتكلمت معاه فيها واولاده كلموني، طبعا جوزي واخوه كلموني على اللي زرعوا فيهم حماية الله يرحمه. حماية كان بيعلمهم مفيش حد احسن منك وانت مش احسن من حد. يعني ما تتعاملش مع حد ان هو احسن منك فتبتدي تحس بالضآلة، وفي نفس الوقت انت مش احسن من اي حد فتبتدي تتملي غرور. في بالانس، في شعر. انا مش عارفه الكلام جابنا كده ليه، اعتقد الاساس اللي هو الناس مش هتنسى حسسونا بايه. الشاب ده انا قابلته، هو دلوقتي خلاص اتخرج وكبر وشاب جميل ورائع، واحنا قاعدين افتكرنا الحوار اللي حصل بينا. قال لي عارفة يا طنط، انا يوميها قعدت لوحدي وانا حاسس بغضب شديد تجاهك، انا عمري ما كنت بحبك، انا ما حبيتكيش ابدا. قلت له لكن انا كنت بحبك. قال لي انا عارف. قال لي كنت متضايق جدا، ايه الست دي اللي جايه حتى وقتها كده، هي من النو وير، من اللامكان، عشان تقول لي انت مغرور، عشان تقول لي ان انجازاتي دي ولا حاجه، وان كذا وان كذا وان كذا. قال لي ما فهمتهاش غير في تاني او تالت سنه في الجامعه، وافتكرت الحوار اللي دار بينا، وافتكرت انا عايزه ابقى ايه في الفتره دي، كنت بدور انا عايزه ابقى ايه، انا عايزه اعمل ايه، انا عايزه احقق ايه، وافتكرت الكلام والموقف اللي حصل بيني وبينك. قلت له وبعدين؟ قال لي دلوقتي كل ما بفتكرك بتخليني افكر في سؤال، ايه انجازاتك؟ يعني هو رابط بيني وبين انت، ايه انجازاتك؟ فكل ما يجي الموقف اللي يستعيد فيه الحوار اللي حصل بيني وبينه وهو لسه طفل صغير في تانية ثانوي، يفتكر انا ايه انجازاتي، خليني اشتغل عشان يبقى عندي انجازات. الموت عبرة، لكن ازاي بقى بنفهم هذه العبرة، ازاي بناخد هذه العبرة؟ تلاقي الناس تفتكر ده كان بخيل، ده كان مقطر على مراته وعياله وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ده كان لسانه وحش، ده كان كذا، ده كان كذا. احنا بنبني الليجاسي بتاعتنا، بنبني الذكرى بتاعتنا، وبنبني السمعة بتاعتنا. دلوقتي انا ما بخافش من الموت، ومش عايزة اي حد فيكم يخاف من الموت، وبلاش نسمع قوي لعذاب القبر واللي بيحصل فيه والثعبان الاقرع والكلام ده، وما بشككش فيه عشان ما حدش يهاجمني، عشان لو حد كتب كومنت مش على مزاجي بشيله. انا مش بشكك في ده، ولكن دي دعوة ان احنا نغير نظرتنا للموت، ان كل واحد فينا مع نفسه كده يفكر إيه، انا لو مت النهاردة او بكرة الناس هتفتكرني بيه. في طبعا اللي هو اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. مش بس احنا نعمل ايه، مش بس ان احنا نتصدق، مش بس ان احنا ندفع زكاة، مش بس ان احنا نساعد الناس، نديهم في الخباثة كده ظرف فيه 50 جنيه، ولا ان احنا ندفع للجمعيات، ولا ان احنا نتبرع بهدومنا للجمعيات. مش هو ده اللي بقول عليه. دعوة النهاردة للاعتبار من الموت او لاخذ العبرة من الموت،
هو ان احنا نشوف تأثيرنا على الآخرين ايه. يا ترى مراتي لما هتفتكرني هتفتكرني بإيه؟ هتفتكرني بالراجل البشوش الطيب الحلو، ولا هتقول يا شيخ الحمد لله حتى ولو ما قالتهاش للناس عشان حفاظا على ما واجهها، هتقولها كده بينها وبين نفسها. ولادي هيفتكروني ايه؟ هيفتكروني الام اللي بتشد في شعرها طول النهار وماسكه الشبشب وبتجري ورا ده ورا ده، ولا الام الحكيمه الراسيه اللي بتعلم وفي كل مرحله بتعلم بطريقه مناسبه للمرحله اللي ولادها فيها؟ يا ترى حماتي هتفتكرني بايه؟ هتفتكرني اه غمه وانزاحت، دي كانت صليطه اللسان، دي كانت كذا، دي كانت كذا. يا ترى مرات ابني هتفتكرني بايه؟ يا ترى جوز بنتي هيفتكرني بايه؟ يا ترى جيراني هيفتكروني بايه؟ كاننا بنخلق سمعتنا بعد ما نموت. ودي على فكره حقيقه، اللي سمعته قبل الموت هي نفس سمعته بعد الموت، طيبة وعطرة، ده كويس قوي. اللي سمعته قبل الموت زي سمعته بعد الموت وحشة، يعني ده يعني ربنا يرحمه ويرحم العباد منه. ولكن بقى اللي سمعته قبل الموت حاجة وبعد الموت حاجة، هنا اللي تفرق. ودي انا شفتها، في ناس الدنيا ومناصبها مديها هيلمان، مديها عز، مديها احترام زائف من الاخرين. هو مش محترمك، هو محترم منصبك، هو مش محترمك، هو محترم فلوسك. فهذا الاحترام الزائف بعد الموت خلاص انا مش محتاج بقى. ما انت ما عادش ليك منصب، ما انت فلوسك ما راحت لورثتك، مش عامله لك اي قيمه. افتكر انا شخصيا علاقتي بيك ايه؟ ممكن ما افتكرش كلامك، ممكن كمان ما افتكرش افعالك، لكن عمري ما هنسى انت خلتني احس بايه. ربنا يرحم العباد ويرحمنا ويدينا البصيرة اللي تخلينا نشوف ما هو ابعد مما يراه البصر. صباح الخير، يمكن أشوفكم بعد شوي.